أهلا بأجمل عيلة في الدنيا. النهاردة موضوع مختلف تماما ومفيد تماما. لو قارنا رجل وامرأة كل برج أيهم يبيع بسهولة أكتر من التاني، والمقصود هنا مش أنت ممكن تبقى مرتبط بواحد أو بطرف ويبيعك، بس في فرق بقى. في واحد بيبيع لما يوصل للمنتهى للذروة، يعني إنما للصبر حدود، أنا صبرت عليك بما فيه الكفاية. في النقطة دي تحديدا نلاقي إحنا أشخاص نفسهم طويل قوي ويطولوا بالهم، ونلاقي أشخاص تتخنق بسرعة ومع أول موقف وببساطة وبسهولة حتى لو بتموت فيك تقولك مع السلامة والقلب داعي لك. احنا رتبنا الموضوع ده تقريبا في حلقات قبل كده واتكلمنا عنه، ولكن عمرنا ما قلنا لما نقارن انثى ورجل كل برج مين هيكون فيهم اشد في الموضوع ده، وهو ده موضوع حلقة النهاردة. وانا برحب بكم في البداية، وبدعو اللي ما اشتركش في القناة ان هو يشترك ويعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، او عيلة القدام ما شاء الله يقوموا بالواجب معاه ويرحبوا بيه. وتعالوا بينا نبتدي. لو احنا بنتكلم عن برج الحمل، مين يبيع بسهولة او يبيع اسرع من التاني رغم ان الانثى اذا حبت تحب اضعاف هي الانثى؟ احنا كرجال برج الحمل، لان انا برج الحمل، لما نحب قوي صعب صعب، ممكن ناخد موقف نبتعد، بس نبيع ونطنش ونطول ونكبر وبيبقى صعب علينا، او بتبقى واكلة دماغنا حدوتة الحب دي. انما الانثى دي قوية جدا جدا، أنثى برج الحمل فارسة عنيدة، وإلا ما كانتش خدت اللقب ده، تتفوق على الرجل هنا في الموضوع ده. أما برج الثور الترابي، هما الاتنين مخلصين قوي، وإن كان لكل قاعدة استثناءات، وخلي بالك أو خلي بالك دي طبيعة الحياة ما فيهاش نقاش، الأنثى برضه. وعلى فكرة لا رجل ولا امرأة أنثى برج الثور بيبيعوا بسهولة أو بيبيعوا بسرعة، ولكن تعالوا هنقارنهم هما الاتنين ببعض، لا الأنثى تبيع أسرع، خلي بالكم، رغم ان هي لو حبت ممكن تكون اكثر اخلاصا بمراحل من رجل برج الثور. يا ريت لو شايفين الحلقه دي مهمه او ممتعه تدوسوا لايك توصل لبقيه اصدقائنا اللي بيشتكوا من عدم وصول الاشعارات، او العكس ديسلايك، ويا ريت تقولوا لي السبب، احنا عيله واحده. هنخش دلوقتي على الجوزاء. حد توقع؟ انا بقى عايز، انا نسيت اقول، كل واحد دلوقتي بما ان معانا كل الابراج يتكلم احساسه ببرجه كده، الأنثى ولا الرجل اللي هيكون في برجه بيبيع أكتر، اكتبوا رجاء في التعليقات. أنا بحب إن أنا أقرأ تعليقاتكم وأتناقش معاكم وأتعرف كمان عليكم من خلالها. الجوزاء الرجل بقى، على فكرة رجل وامرأة برج الجوزاء الاتنين عرف عنهم في علم الفلك إن هما من الأبراج اللي ممكن يبيعوا بسهولة على فكرة، وما يطولوش بالهم وما عندهمش صبر للقرف بتاعك والخداع وللف والدوران. لكن نقارنهم الاتنين ببعض، الرجل أسرع وتهون عليه أكثر من الأنثى. السرطان الأنثى رغم مشاعرها ورومانسيتها المتفجرة، الأنثى دي لو قارناها برجل برج السرطان ده، لما بيحب بيندلق دلقة ما بعدها دلقة دلقة. انت لو مرتبطة بحد رجل سرطان وحبك بجد وحط تحت بجد دي مليون خط، هتحس ان هو خانقك. الأنثى مقارنة بالرجل هي اللي تبيع اسرع. الاسد الانثى معروفه على طول، برج الاسد اللي دي بتدي بالشبشب على طول، دايما بقول انثى برج العذراء ما عندهاش، بصوا فيمتو ثانيه حتى تطول بالها، يمكن رجل برج الاسد غلبان جنبها. انا مش عارف هما ازاي الاتنين برج واحد، يعني من الابراج خلي بالكم اللي تلاقي الرجل والانثى مختلفين اوي فيها هو برج الاسد ده. العذراء، حد توقع رجل ولا انثى يبيع اسرع؟ الرجل هنا، كنت هقول الانثى، الرجل هنا هو اللي يبيع اسرع من الانثى، والاتنين بيتحملوا، ولكن هنا انثى برج العذراء تتحمل وتطول بالها اضعاف مضاعفة عن رجل برج العذراء. اذا الرجل في برج العذراء هو اللي يبيع اسرع من الانثى، واسرع قوي، تحس ان هو لو انت اتعاملت مع امرأة عذراء ان ده برج وده برج تاني خالص، سبحان الله، في النقطة دي ما لهمش علاقة ببعض. طب الميزانية، العسل، حد توقع رجل أنثى؟ رجل ولا أنثى؟ الرجل متردد وهو الأكثر تردد من الأنثى، إذن على طول الأنثى اللي هتبيع أسرع، لأن الرجل ما عندوش قرار واضح، رجل برج الميزان في أغلب الأحيان، ولا سيما القرارات العاطفية تلاقي التردد واضح عنده أكثر من الأنثى، لذلك الأنثى هبيع هبيع، رجل الميزان نبيع، طب نطول بالنا، طب احنا غلطانين، طب هنندم، الكلام ده تلاقيه موجود في شخصية
رجل الميزان، هنا الأنثى بقى تتفوق عليه في موضوع حالاتنا. العقرب، حد يتوقع البرج القوي ده الأنثى ولا الرجل؟ ها توقعوا كده، اكتبوا، بيعجبني ذكائكم. الأنثى. أنثى برج العقرب في الموضوع ده تتشابه مع الفارسة العنيدة بشكل كبير قوي، اللي هي امرأة برج الحمل. أنثى برج العقرب بتفضل مرقدة لك، وفي مرة واحدة بتنفخ النار كلها في وشك. رجل برج العقرب ممكن يعمل نفسه مش واخد باله، يطنش، يكبر دماغه، بس ما بينساش، وهي دي اللي بتميز برج العقرب عشان بيحبك. إنما الأنثى بتاعت العقرب دي إذا قارناها، وهي كمان فيها الصفة دي ولكن الموضوع بدرجات، قارناها بقى بالرجل هي تبيع أسرع. القوس، البرج الناري المندفع الحماسي وما عندوش صبر. عرف عن برج القوس إن ما عندوش صبر حتى في الحياة العاطفية، إذا حب عايز يحب بسرعة، إذا فشكل عايز يفشكل بسرعة، عايز يلم كل الأوراق بسرعة أو يكشف كل الأوراق بسرعة. الرجل ولا الأنثى؟ لا الأنثى. هما الاتنين على فكرة ما عندهمش صبر ولا نفسهم طويل أبدا، خلي بالكم. وإن كان في عكس كده، ده يبقى استثناء القاعدة اللي موجود في كل قواعد الكون عامة. الأنثى مقارنة بالرجل من برجها هي الأسرع في الموضوع ده. أنثى برج القوس دي ما بتستحملش دبانة تعدي من قدام وشها كده مضايقاها، ما بتستحملش، ما عندهاش خلق خالص. إذا رجل برج القوس معاها في البرج ده يعتبر بالنسبة لها هو الأقل منها في الموضوع ده، هي الباور عندها في حتة إن هي تبيع، أو القرار بتاع إن هي تبيع، أو إن هي تاخد قرار انفصال أو ارتباط أسرع من رجل برج القوس. إذا أنثى برج القوس تبيع أكتر أو يكون سهل عليها أكتر من رجل برج القوس. الجدي، حد توقع المرأة الحديدية أكتر أو من أكتر نساء الأبراج إعجابا بشخصيتها لو اتحملت المسؤولية، ولو حبت الأنثى دي هتوريك اللي عمرك ما شفته. أنثى برج الجدي من الإناث اللي أنت بتعجب بكاريزمتها وشخصيتها بطريقة يعني بتخليك صعب إن أنت تنسى. هي عيبها الوحيد إن هي قوية، قوية زيادة عن اللزوم، حديدية يعني لا تتنازل بسهولة، عنيدة جدا، كبريائها عالي جدا جدا فوق ما تتخيل. هنا الرجل هو اللي يبيع أسرع من أنثى برج الجدي رغم كل اللي احنا قلناه عنها. ده رجل برج الجدي. الأنثى عقلانية شوية مقارنة بيه في المواضيع اللي هي العاطفية، وأكثر إخلاصا لحبيبها من رجل برج الجدي. إذا أنثى برج الجدي هي تبيع أسرع إذا قارناهم، والاتنين بيصبروا. رجل وامرأة الجدي عرف عنهم في علم الفلك إنهم بيطولوا بالهم ومش من الأبراج اللي تبيع بسهولة أو من أول غلطة. أما برج الدلو، حد توقع الرجل؟ لا الأنثى لو حبت بتطول بالها وبتطنش وتلتمس لك الأعذار. الرجل لا، بيكبر دماغه ويقول لك أنا رايق بلا قلب الدماغ. مظبوط، تمام، حلو، غلطة وهتقرفني أو تقرفيني بالسلامة. إذا رجل برج الدلو يبيع أكتر لو قارناه بالأنثى من نفس برج الحوت بقى. حد توقع؟ احنا دخلنا كده بقى عند إمبراطور من إمبراطور الحب والعاطفة والرومانسية، برج الحوت ده رجل أو امرأة؟ الأنثى ولا الرجل؟ الأنثى استحالة، استحالة في البرج ده تكون الأنثى هي اللي تبيع أسرع، الرجل طبعا. وإن كانوا الاتنين لما بيحبوا ما بيبيعوش بسرعة، بس احنا بنقارنهم ببعض، ما هو الموضوع بدرجات. يا ريت تكتبوا لي رأيكم في الحلقة دي، لأن أنا بقرأ كل تعليقاتكم وبتعرف كمان عليكم من خلالها. ولو عجبتكم دوسوا لايك توصل لبقية أصدقائنا، العكس مفيش أي مشكلة، ديسلايك وقولوا لي السبب. الانستجرام، الفيسبوك، الروابط دي اشتركوا فيها وتواصلوا معايا، هتلاقوها في وصف الفيديو اول تعليق. قناتنا التانية لحل كل المشاكل والدروس المستفادة برضو في وصف الفيديو اول تعليق، وان شاء الله هنلتقي بكرة.